وهو سر، أي الصوم سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. وهذا صحيح. كم من صائم يكون بيننا ولا نعرف أنه صائم؟ من التعابير اللطيفة الجميلة التي أوردها ابن القيم في هذا المقام في ذكر هذا الشهر الكريم أو في التعريف بهذا الشهر الكريم، قال: هذا الشهر، أي شهر رمضان، هو لجام المتقين وجنة المحاربين، الجنة بمعنى الترس، وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته. وقوله هو لرب العالمين، قول ابن القيم هو لرب العالمين، لأنه قد ورد فيه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له، الصلاة والزكاة الحج، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلك أن تتصور حين يأتي، ولله عز وجل المثل الأعلى، ولا نضرب لله تعالى الأمثال، حين يأتيك ملك أو أمير فيقول لك: ترى جزاءك عندي، ما الذي تتوقعه؟ ما؟ إذا قال: يا فلان، ترى جزاءك وثوابك ومعروفك عندي. فإذا جاء هذا الكلام من ملك الملوك ورب العالمين فيقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فلك أن تتصور مقدار هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله تعالى الكريم لعبده الصائم. فيقول: والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، قال: وهو سر، أي الصوم سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. وهذا صحيح. كم من صائم يكون بيننا ولا نعرف أنه صائم، وذلك لأن الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب، فإن المأمور 24 ساعة يأكل ويشرب، فإذا صام فهذا سر بين العبد وربه. ولو أراد المرء أن يفطر في رمضان من غير أن يطلع عليه أحد لفعل ذلك، فقال: هو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة. وأما كونه، أي هذا العبد، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده، فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. انتهى كلام ابن القيم.